الحقيقة امبارح أنا فتحت معاكم موضوع اللي بيحصل في السوشيال ميديا اللي بتعاني منه كل أسرة، واللي حول حياة بعض الأسر إلى جحيم حقيقي. ودي مسؤوليتنا كلنا، مسؤوليتنا في الإعلام، مسؤوليتنا في التشريع، مسؤوليتنا كدولة، مسؤولية الجهات المعنية. النيابة العامة يمكن امبارح كان البيان حاسم وصادق، واتكلم عن تفاصيل القضية اللي كنا بنتكلم عليها بتاعت بسنت. السوشيال ميديا اشتعلت مرة أخرى، مش مدينا فرصة. قصة تانية بقت بقى مسألة الحقيقة يعني أقل ما توصف، بأنها خروج عن المألوف وبأنها إساءة لإنسانة معلمة الدقهلية، مواطنة بسيطة راحت رحلة مع زملائها وزميلتها ومعاهم أولادهم في النيل، واحد ابن حلال قام صورها وهي بترقص وسط زملائها. أنا مش هقول الصح ولا الغلط، ماليش دعوة بالتفاصيل دي، لكن الحق في الخصوصية، الحق في الخصوصية. النهاردة أنت يلي صورتها ارتكبت جريمة وأذعت ونشرت حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذنها، وحرضت الناس عليها، وهديت بيتها، وخليت زوجها يطلقها، وأولادها يشعروا بظلم كبير. والسيدة في مهب الريح، أنا كنت بدردش معاها من شوية، قالت الناس دي بتدفعني إن أنا أبقى زي بسنت، يعني أنتحر. لا أعرف إلى متى، لغاية إمتى هنفضل كده؟ إيه الغل اللي عند البعض ده؟ إيه الناس اللي ما عندهاش استعداد حتى تلتزم بقيم أخلاقية؟ أنا بقول لكم الست وأنا بكلمها بتبكي بدل الدموع دم، وتقول حتى لو أنا عملت ده أنا ما عملتش حاجة، يعني تخليني بيتي يتدمر ويتنشر علي هذا الكلام، وكأن هناك من يترصد للناس. لازم يبقى فيه إجراء قوي وفاعل وعقوبة، يعني تكون عقوبة مشددة لكل من يتآمر بهذا الشكل. احنا بلد يجب ان تحترم حق الخصوصية، ويمكن الرأي العام بقى منزعج من حجم اللي بينزل على السوشيال ميديا. وانا بقول للناس اي واحد يتشتم ولا يحصل له بلاوي ولا يحصل له مشاكل يطلع على مباحث الانترنت، هيجيبوه هيحبسوه. كفايه تطاول وكفايه تدخل في حياه الناس بهذه الطريقه. يا اخي لما انت مش عاجبك روح قول لجوزها لو في مشكله انت شايفها، انما تنشر تحرض المجتمع على بني ادمه ست بيت وقاعده في بيتها وقاعده مع اولادها وقاعده مع جوزها. النهارده لا في وظيفه ولا زوج موجود، واولاد تركناهم في مهب الريح لمصلحة من؟ يا أيها الحاقد، لمصلحة من؟ وإحنا استفدنا أي غير هدم أسرة؟ وحنفضل كده بهذا الشكل؟ هذا أمر مرفوض، وأنا واثق أن الجهات القضائية والنيابة العامة هتتحرك بالتأكيد أنه أي بلاغ ما بيتسبش بأي حال من الأحوال. أنا كمان كنت كلمتكم امبارح على ماسبيرو وحكينا المشكلة سريعا، مشكلة مش بتاعت النهاردة ولا امبارح.